وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، عشاقي الأصالة، أينما كنتم هكذا تتجدد بكم التحية واللغة باستمرارية انطلاقات أشواط صباحية هذا اليوم ضمن منافسات جائزة زايد الكبرى، أحدى أفخم مهرجانات الموسم اللي يتنافس عليها الجميع من خلال هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياس الرياضية وقناة دبي ريسينج والقنوات الناقلة لهذا المهرجان الكبير. يسير على بركة الله وتوفيقه وينطلق شوطنا الثامن منذ قليل الخاص بالزمول، المهجنات الأصايل، المسافة الماراثونية هي 8 كيلومترات المخصصة لهذه الفئة العمرية. في هذا اليوم نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى المركز الأول والصدارة الأولى، من يتقدم ويأتي على الصدارة. المركز الأول يأتي هنا وليف لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على مقدمة الشوط، ينطلق الصعب وشعاره على المركز الأول، بينما النقلة هلان إلى المركز الثاني لأرى القدوم من قبل المفتي يتقدم بشعار شامس بن عتيج بن شامس العامري على ثاني المراكز، بينما ننتقل إلى المركز الثالث لأجد الوصول من منذر بشعار سالم بن علي بن مكتوم الينيبي ليتقدم على مستوى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع، المركز الرابع يتقدم فيه هنا شامان لسلطان بن محمد بن سعيد الشامسي ليتقدم على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس ياتي هنا ويتقدم الذيب لمسلم بن سالم بن ناصر بالمر العام على المركز الخامس، بينما نكمل النداء لنتابع اللي على المركز السادس، وياتي شاهين الال بن صوايح بن سيف الاكتبي ليتقدم على مستوى المركز السادس. وسابعا في المركز السابع عندنا اللي قادم ويأتي بالمركز السابع هنا أشقر عبد الله بن عتيج بن محمد العميمي، بينما في المركز الثامن، في المركز الثامن أرى القدوم، أرى الاندفاع في هذه اللحظات من قبل عز عايض بن محمد بن مسفر القحطاني ضيفنا من المملكة العربية السعودية يتقدم على مستوى المركز الثامن. المركز التاسع لنتأخر يا يوسف قليلا لنتابع الأسماء القادمة، ويأتي على مستوى المركز التاسع في هذه اللحظة هو السيرمي عبد الله بن مصبح بن عبد الله الاكتبي، وعاشرا ليتقدم الان وياتي في هذا المعترك شاهين محمد بن الصمغه بن سريو العامري لياتي على المركز العاشر في هذه المسيره وفي هذا الانطلاق. هذه النتيجه مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام. للعشرة المراكز الأولى، ولكن يهي من أسماء، يهي من شعارات قوية، شعارات أبناء القبائل، شعارات عملاقة مزينة أرضية هذا الميدان بالحضور في هذه الجائزة الفخمة أيضا الغالية في قلوب أهل الهجن اللي يعدون لها العدة من بداية المقيض. ولكن نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة الأولى،
الجولة إلى وليف اللي على المقدمة. وليف الصعب يأتي شعار أبو سلطان على مقدمة هذا الاندفاع، وعلى المركز الأول محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يتقدم على الصدارة ليقدم لنا وليف، بينما في المركز الثاني شامس بن عتيج بن شامس العمري ليقدم لنا المفتي على مستوى المركز الثاني، بينما أرى القدوم على المركز الثالث. وفي المركز الثالث هذا منذر لسالم بن علي بن مكتوم الينابي يتقدم على مستوى المركز الثالث، بينما في رابع المراكز لأرى التقدم والانطلاق من أيضا مشاهدين الأعزاء شامان سلطان بن محمد الشامسي ليتقدم على مستوى المركز أيضا الرابع وخامسا. المركز الخامس هذا اللي قادم، هذا اللي واصلنا في هذه اللحظة، شاهين ألال بن صوايح بن سيف الاكتبي يأتي على مستوى المركز الخامس. المركز السادس هنا الغدوم، هنا الانطلاق مشاهدين الأعزاء، يأتينا في هذه اللحظة يتقدم أشقر عبد الله بن عتيج بن محمد العميمي على مستوى المركز السادس. المركز السابع ياهي من معركة، ياهو من تحدي، ياهي من إثارة، هنا يتقدم الآن ويأتينا مشاهدين الأعزاء اللي هو عز عايض بن محمد بن مسفر القحطاني. وثامنا في المركز الثامن يتقدم في هذه اللحظات الذيب مسلم بسالم بن ناصر بالمر العامري. وتاسعا المركز التاسع هذا السيرمي عبد الله بن مصبح بن عبد الله الاكتبي، واللي تقدم في هذا المعترك في هذه المنافسة القوية. وهناك شعار قادم في هذه اللحظة، هناك أيضا شعار صعب على ما يبدو أنه يتقدم على مستوى المركز العاشر، كمية هائلة من الزمول المهجرات الأصايل قادمة لتبحث عن الفوز وعن الانتصار. هذا هو شاهين محمد بن صمغة بن سريو العامري يأتي على مستوى المركز التاسع، كيلوين ونصف الكيلو المتبقية عن خط النهاية. جسر العبور يا الأخوة المضمرين، مسافة 8 كيلومترات، يبيلها تركيز عالي من الأخوة المضمرين الملاك اللي يبحثون عن الإنجاز، اللي يبحثون عن الفوز المشرف بهذه الجائزة الفخمة. ولكن وليف الصعب ما شاء الله يا شعار الصعب، ها هو الصعب الآن يظهر في الأمور الصعبة في المهرجانات القوية يتقدم. هنا أيضا الصعب اللي شاهدنا له منافسة قوية في هذه اللي أيضا الجائزة الكبرى ما شاء الله، ليقدم لنا وليف محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على مقدمة الشوط. وبدر بن علي يتابع ويضمر مشاهدين الأعزاء مع أيضا هذا الشعار الكبير، شعار صعب ممثلا لمرغم، بينما الوصول الآن بينما الغدوم من منذر لسالم بن علي بن مكتوم الينابي، وكذلك الواصل في هذه الانطلاقة شامس بن عتيج بن شامس العامري يقدم لنا المفتي على مستوى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع أشقر عبد الله بن عتيج بن محمد العميمي يتقدم في هذه الانطلاقة الجميلة، بينما في المركز الخامس الصيرمي عبد الله بن مصبح بن عبد الله الاكتبي يأتي على مستوى المركز الخامس. ياهي من شعارات، ياهي من أسماء قادمة، يأتي هنا أيضا الذيب مسلم بسالم بن ناصر بالمر العامري. وصل الغلاف الجوي الأخير، وصل الكيلو والمتر النهائي، ولكن عودة إلى وليف وليف أبو سلطان مع الصدارة الأولى مع المركز الأول. الله قام راسه ويبايع
ينهي هذا الشوط راسه، يبا يهدي الصعب هذا الانجاز وهذا الفوز من خلال تقدمه الى المركز الاول الى الصدارة الاولى. وهنا منذر غادم، منذر لسالم بن علي بن مكتوم الينيبي، وهناك المفتي شامس بن عتيج بن شامس العامري، واللي غادم اللي غادم اللي واصل لنا هذا هو الشامخ، الشامخ مع صعب، وكذلك ايضا اشقر عبد الله بن عتيج العميمي، العميمي خماسيه رائعه، خماسيه رائعه. ياتي ايضا شعار المسند، شعار المسند وشعار المهندس، ولكن عوده الى وليف، وليف على الصداره، منذر يحاول ثلاثيه، ياتي الشامخ، الشامخ مع صعب، الشامخ مع صعب، ووليف مسيطر، وليف على الصداره، وليف على المركز الاول. سلام الى مرغم، سلام الى مرغم، مرغم مرغم مرغم، ولا الجوع، اللحظات الاخيره، اللحظات النهائيه، وليف، وليف وشامخ ومنذر، ولكن الشامخ. سلام الى ابو سلطان، سلام الى محمد ابو سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، وجماهير صعب على فوز الشامخ وشموخه بناموس هذا الشوط. مشكور يا بدر بن علي العويسي على هذا الفوز والانتصار اللي حققه لنا الشامخ بناموس هذا الفوز. بينما في المركز الثاني وصل منذر لسالم بن علي بن مكتوم لينيب المركز الثالث، وصل وليف محمد وسلطان بن مطر بن مرخان، اشقر احتل المركز الرابع لعبد الله بن عتيج بن محمد العميمي، وخامسا المركز الخامس وصل مشاهدين الكرام ومتابعين الاعزاء ايضا بوراك، بوراك اللي ناصر بن عبد الله بن احمد المسرد هو من احتل المركز الخامس. هذه النتيجة، ولكن عودة الى التوقيت الزمني وساعة وصول الشامخ الى خط النهاية، اهدى ايضا صعب المضمرين هذا الفوز وهذا الانتصار، ويحقق هذا الانجاز المشرف في هذا المهرجان الكبير في جائزة زايد الكبرى. التوقيت الزمني لحظة وصول الشامخ 12 دقيقة 55 ثانية، تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لأبو سلطان محمد أبو سلطان بن مرخان المركز الثاني، وصل منذر لسالم بن علي بن مكتوم لينيبي، توقيته الزمني يا مخرجنا 12 دقيقة و56 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما في المركز الثالث وصل وليف ب 12 دقيقة 58 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، تهانينا والناموس للأول. المركز الرابع نكمل مشاهدين الأعزاء، أشكر توقيت الزمني 12 دقيقة 58 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن عتيج بن محمد العميمي، والمركز الثالث كان الوصول مشاهدين الأعزاء.